بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وإنه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح من أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المسمى بالشرح الصغير لسيدي أحمد التنديل رضي الله تعالى عنه بأدلته. وما زلنا في باب الغسل، وذكرنا من موجبات الغسل خروج المني بنوم مطلقا وفي اليقظة بلذة معتادة، وذكرنا الموجب الثاني وهو تغييب الحشفة، حشفة الرجل البالغ في فرج مطيق. ووقفنا عند الموجب الثالث الذي يقول فيه الشيخ: وبحيض وانفاس ولو بلا دم لا باستحاضة وندب الانقطاع. الموجب الثالث الحيض، والموجب الرابع النفاس، لأن الحيض والنفاس أخوان لأنهما دمان يسيلان من المرأة إما بسبب الولادة أو بسبب العادة التي يعني ابتلي بها النساء. قال: الحيض ولو دفعة، الحيض يعني حتى ولو نزل دفعة، يعني دفقة من الدم، مش نقطة أو نقطتان، لا، يعني أحيانا بعض النساء تقول فيه نقطة أو نقطتان، لا، الدفعة، بل وأقله في العادة دفقة أو دفعة، دفعة من الدم، يعني شيء من الدم ينزل دفعة واحدة. والنفاس الموجب الرابع النفاس، ولو خرج الولد بلا دم أصلا، حتى ولو خرج بلا دم، يعني المرأة على سبيل الفرض، يعني لو ولد المرأة بلا دم لم يخرج منها شيء، يعني خرج الولد يابسا وجب عليه الغسل. ليه؟ لأن الولد من مائها وقد خرج منه، لأن الولد اللي هو المولود، يعني لأن المولود من مائها مخلوق منه وقد خرج، يبقى وجب ايه؟ وجب الغسل. بل ولو خرج الولد بلا دم اصلا. قال: ولكن لا يجب بخروج دم الاستحاضه. دم الاستحاضه اللي هو الدم النزيف اللي هو المستمر. احنا طبعا عند المالكيه عندنا ثلاثه ايام كما سياتي في باب الحيض، ثلاثه ايام استظهار بعد ايه؟ العادة. تتوقف المرأة برضو عن الصلاة والصيام وكذا وكذا، يبقى إن استمر بعد الثلاثة اللي هي فوق العادة يبقى دم استحاضة. دم ايه؟ استحاضة. يبقى إذا بعد الثلاثة تغتسل وتصلي وتصوم وتدخل المسجد وتوطأ تقرأ القرآن وتمس المصحف وتفعل كل موانع الايه؟ الحيض، لأن الاسم ده استحاضة. قال: لكن يندب إذا انقطع. إذا انقطع دم الاستحاضة يستحب لها أن تغتسل، لكن الغسل الأول واجب،
انه بعد الثلاثة ايام الاستظهار ده واجب، اللي هو اول غسل، لان ده غسل من الحيض. لكن بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة، فإذا انقطع دم الاستحاضة بالعلاج يبقى يستحب لها أن تغتسل، لكن إذا لم تغتسل يعني غسلها إيه؟ الأول يكفي، والغسل إيه؟ الواجب. لأن القرآن قال: ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المصلحين. ولا تقربون حتى يطهرن، أي حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرن أي بالماء. خلي بالك، يعني القربان يكون بأمرين: بانقطاع الدم وبالغسل. شوف معنى الآية إزاي؟ خلي بالك. طبعا السيدة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنه قالت: يا رسول الله إني لا أطهر، يعني الدم مستمر، أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. عرق يعني في انفلات، في عرق مثلا في الرحم أو خارج الرحم ينزل منه الدم، إنما ذلك إيه؟ عرق مش تبع الحيض. قال: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، لأن هي لا تطهر، خلي بالك هي مستمر الدم، لكن مثلا عندها هي العادة بتأتي كل 20 أو 21 يوم أو 22، فبيقول إذا أقبلت الحيضة يعني موعد الحيض فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها يعني قدر العادة إن كان 7 أيام أو 6 أو 8 فاغسلي عنك الدم وصل. يعني الحديث ده الإمام القرطبي رضي الله عنه بيقول في هذا الحديث مع صحته وقلة ألفاظه ما يفسر لك أحكام الحائض والمستحاضة. يعني هو بيقول إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها قدر الحيض فاغسلي عنك الدم وصل. السيدة فاطمة دي كمان بنت أبي حبيش دي يعني كان ينزل منها الدم حتى يوضع لها الطست تحتها وهي تصلي، ومع ذلك كانت تصلي والطست إيه؟ تحتيها، لأن طبعا ده دم إيه؟ علة وفساد وليس حيضا. فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تصلي. أما فرائض الغسل، قال الشيخ رضي الله عنه: وفرائضه نية فرض الغسل أو رفع الحدث أو استباحة ممنوع بأول مفعول، وموالاة كالوضوء وتعميم ظاهر الجسد بالماء، وذلك ولو بعد صبه وذلك ولو بعد صبه وإن بخرقة، فإن تعذر سقط ولا استنابة، وتخليل شعر وأصابع رجليه لا نقض مضفوره إلا إذا اشتد بخيوط أو بخيوط كثرة، وإن شك غير مستنكح في محل غسله، ووجب تعهد المغابن من شقوق وأسرة وسرة
طفل وإبط. ذكر الشيخ فرائض الغسل الخمسة، النية فرض الغسل أو رفع الحدث أو استباحة ممنوع من باب المفروض، يبقى ده أول حاجة النية. النية دي عند الجمهور طبعا فرض في كل شيء، ومنها ايه؟ الغسل. معنى النية أن ينوي عند أول مفعول، سواء ابتدأ بفرجه أو غيره، بأن ينوي بقلبه أداء فرض الغسل. طبعا أحيانا الإنسان يبدأ بغسل الفرج، ده الأصل، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في وصف السيدة عائشة في غسله عليه الصلاة والسلام، كان يبدأ بغسل يديه ثلاثا، ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني كوضوءه للصلاة، ثم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا، ثم يفيض الماء على جسده صلى الله عليه وسلم. يعني يبدأ بالشق الأيمن ثم إيه؟ الأيسر. ده وصف السيدة عائشة لغسله صلى الله عليه وسلم. يبقى عند أول حاجة، يعني إذا بدأ بغسل يديه ثلاثا ينوي الغسل، أو بدأ بغسل الفرج يغسله أيضا ثلاثا. النية عند أول مفعول سواء ابتدأ بفرجه أو غيره، بأن ينوي بقلبه أداء فرض الغسل، يعني يقول نويت فرائض الغسل أو فرض الغسل، أو ينوي رفع الحدث الأكبر، أو ينوي رفع الجنابة، أو ينوي الغسل من الجنابة، أو ينوي استباحة ما منعه الحدث الأكبر، أو ينوي استباحة الصلاة. كل هذه نيات جائزة، أي نية من دول تنفع. الغالب في الناس يقول نويت الغسل من الجنابة، ينوي ذلك بالقلب. إذا كان صاحب وسواس يبقى يتلفظ عشان الشيطان ما يجيش بعد الغسل يقول له إيه؟ أنت ما نويتش اغتسل من تاني، أنت ما نويتش اغتسل من تاني، ويخليه هنا في الإيه؟ في الحمام ساعتين ثلاثة. ولذلك العلماء قال يغتفر للموسوس أن ينطق بالإيه؟ أن ينطق بالنية. يغتفر له ذلك. لكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالإيه؟ في الغسل من الجنابة بالنية. والشافعية رضي الله عنهم أجازوا النطق بالنية مطلقا في أي عبادة. قالوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها في الحج ونطق بها في الصوم جاز التلفظ، بل بعضهم قال بسنيتك. هو اللي شدد في النطق بالنية الإمام أحمد بن حنبل، قال لا يجوز وهو بدعة وكذا، هو اللي شدد فيها فقط. والعلماء يقولون يعني تجهيز الماء للغسل يعد نية حتى ولو لم يكن. يعني لو واحد سأل الماء ده ليه؟ يقول للوضوء. الماء ده ليه؟ للغسل. الطعام ده ليه؟ للسحور. وهكذا، مش محتاج يعني الأمر. الفريضة الثانية الموالاة، إن ذكر وقدر كالموالاة في الوضوء. طبعا معروف إنه إيه؟ الوضوء الموالاة فيه فرض، يعني لا يجوز التفريق، وخاصة هو ذاكر وقادر،
الميه موجوده وهو يتوضا ولازم يواني. كذلك الغسل ما دام الميه موجوده يبقى يجب انه يكمل الوضوء مره واحده. لكن لو انقطعت المياه ولا يوجد مخزون في المكان يبقى منين ما تيجي الميه يكمل الغسل. خلي بالك ممكن تحصل معه، يعني انقطعت الميه 10 دقائق او ربع ساعه، او الجو بارد وانقطعت المياه الساخنه ما تقدرش تغتسل بالماء البارد. فهنا برضو هنا التفريق يعني اضطرارا، التفريق مضطر، يبقى هيسخن مثلا 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعه على ما تيجي الماء الساخن، لا يضر يكمل. يعني ان كان غسل الشق الايمن وباقي الايسر يبقى لما يجي الماء الساخن يكمل الشق الايسر ولا يعيدش من الاول. هذه معنى الموالاه. لان هنا ما فيش طبعا يعني اعضاء للغسل، مش زي الوضوء نقول يدان ووجه ويدان وراس ورجل، ما فيش حاجه. هنا الجسم كله قطعة واحدة، بس هنا مجرد عملية نظام في الغسل، يغسل مثلا يديه الأول وبعدين يغسل الفرج، دي كلها سنن. وبعدين يبدأ بغسل الرأس ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، فده نظام سنة. لكن افرض واحد يعني هيغتسل للجنابة فغسل فرجه ودخل تحت الدش وأفاض الماء على جسمه ودلل، وصله كده صحيح. أو نزل في حوض، واحد عنده حوض واسع فقعد فيه وقعد يدلل في نفسه، كده غسله صحيح. ده عند الحنفية مسألة عجيبة. لو واحد مثلا جنب عندهم النية سنة وليست ركنا أو شرطا، فهو ماشي جنب ترعة وراح واقع في المية، وقع في المية وعمت المية جسمه، اغتسل من الجنابة. هذا مذكور في كتبهم على سبيل الفرض. يعني ركب الحمار مثلا هو جنب الترعة كده راح ترميها في الترعة وهو جن. نعم كده اغتسل عندهم. ليه؟ لأن هو تعميم الماء ده متفق عليه، الفرض الواحد الوحيد المتفق عليه عند الأئمة الأربعة تعميم الجسد بالماء. الدلك مختلف فيه، النية مختلف فيها، الموالاة مختلف فيها، إلا التعميم. خلاص يبقى الحمار رمته كده في الترعة خرج متطهر. نعم كذلك لو واحد رماه زيها برضه، لو واحد رماه في الترعة خرج متطهر. لكن عندنا احنا في المالكية الموالاة زي الوضوء، إذا يعني اضطر للفصل مثلا قسم زي ما بيقولوا انقسم الغسل على مرتين غصبا عنه بسبب انقطاع المياه او انقطاع المياه الساخنه ولا يستطيع الغسل بالماء البارد يضر يعني، فان فرق عامدا بطل ان طال. لكن لو واحد انقطع عنه الماء فجابوا له ميه مثلا بعد دقيقه 3 دقائق 5 دقائق يكمل، وإلا بنى على ما فعل بنية الفريضة، بنية الغسل الفريضة. الفريضة الرابعة قال وذلك ولو بعد صبه وإن بخرقة فإن تعذر سقط ولا استنام. الذلك اللي هو إمرار العضو اليد على العضو ظاهر الجسم يدا أو رجلا، هنا عاد يكفي ذلك الرجل الأخرى. لكن في الوضوء لا، في الوضوء لازم إمرار
اليد على اعضاء الوضوء الامرار اليد. احنا قلنا السبب انه في بشره دهنيه وفيه بشره يابسه، فالبشره الدهنيه والبشره اليابسه كلاهما الميه ما تركبش عليها، تلاقي الميه تنبو عنها تقع تتقطع. يبقى هنا الدلف عند المالكيه من باب ايه او جابوه ليه؟ هو سنه عند الائمه الثلاثه وعندنا واجب او فرض من فرائض الغسل. او جابوه ليه؟ لان الدلك لايصال الماء الى العضو، ايصال الماء الى البشر، الاعضاء كلها لازم يعمها الماء، ولا يكون ذلك الا بالدلك، يصب ويدلك علشان الميه توصل لايه؟ للبشره. لكن لو انت صبيت الماء فالماء بينبو عن يبعد عن البشره، فممكن تقعد البشره ناشفه. ولذلك ايه؟ الامام مالك قال ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب الا به هو دي قاعده عند ايه؟ فقه الامام مالك رضي الله عنه. قال يعني هنا، بس هنا الدلك غير الوضوء، يعني الدلك مثلا يدلك برجله ماشي، يدلك بخرقه او بحبل ماشي، يعني المكان اللي ما يقدرش يوصل اليه ممكن بخرقه او حبل. لكن واحد مثلا عنده الم في الذراعين ما يقدرش يعني يحرك، ضعيف او عنده قصر، او قال فان تعذر الدلك سقط. يعني دي قاعده، اذا تعذر الامر سقط. ولا يستنيب، يعني ما يجيبش مثلا زوجه او يجيب حد مثلا يدلك مكانه، لا برضه. التعميم احيانا النطاقات ما يوصلهاش الميه في التعميم. لا، ما هو التعميم لازم نتكلم فيها. قال ويكفي الدلك بظاهر الكف، يعني بظاهر الكف وبالساعد والعضد، يعني ممكن لو واحد عمل كده يكفي الدلك، يعني من هنا او من هنا، يعني واحد يصب الماء ويعمل كده يكفي، او يعمل كده، مش تحت شرط الايه؟ اليدين. بل ويكفي بالخرقه عند القدرة باليد على الراجح، بأن يمسك طرفيها بيديه ويتدلك بوسطها أو بحبل كذلك. يعني واحد يبل فوطة مثلا ويتدلك بيها، يعني بعد صب الماء مش يبل الفوطة ويمسح، لا ده بيمسح. أيوه، لا ما تفهمها كده، لا خلي بالك. قال ويكفي ولو بعد صب الماء وانفصاله عن الجسد ما لم يجف. إذا جف الجلد يبقى ما ينفعش الدلك. الدلك يبقى مع الماء أو بعد صب الماء، ودلوقتي الدش لما الإنسان يجي يفتحه ويمرر إيديه يبقى كده إيه؟ يبني عن كل شيء. فإن تعذر الدلك سقط. يعني واحد مثلا إيديه بيها شلل أو عياذ بالله مثلا أو عجز أو قصر، يبقى يعني ما لا يدرك كله لا يدرك كله، اللي يقدر عليه يعمله يتعذر عليه يسقط. ويكفي تعميم الجسد بالماء كما في سائر الفرائض، اللي هو يتعذر عليه الدلك يكفيه تعميم الجسد بالماء، اذ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال خلافا لمن يقول من العلماء يعني يجب استنابه من يدلكه من زوجه او امه، طب كل الناس عندها زوجه وامه، او يتدلك بحائط مثلا ان كانت ملكا لهم، ده كلام بعض أهل العلم يعني، أو أذن له مالكها في ذلك، يعني يقول له بعد إذنك هنتدلك في الحيط. قال وكان الدلك بها لا يؤذيه، قال فإنه ضعيف وإن مشى عليه الشيخ خليل، الشيخ هنا ضعف، قال إذا تعذر الدلك سقط، ولا يستنيب ولا يتدلك بحائط ولا بغيره. ثم قال وتخليل شعر
وأصابع رجليه. الفريضة الخامسة تخليل شعره ولو كان كثيفا، سواء كان شعر رأس أو غيره كشعر الجسد يعني الصدر مثلا أو شعر اللحية. ومعنى التخليل مش إدخال الأصابع وسط، لا، التخليل الضم يعني يعمل كده بس علشان المية تدخل في وسط الشعر، هذه معنى التخليل. هكذا يعني المرأة، يعني حتى المرأة تصب وتحرك الشعر حتى إيه ينزل الماء إلى أصل البشرة، لأصول الشعر اللي هي البشرة. ومعنى تخليله أن يضمه ويحركه عند صرف الماء حتى يصل إلى البشرة، فلا يجب إدخال أصابعه تحته ويعرق البشرة. ما يعملش كده يعني يدخل شعره جوه أصابعه داخل الشعر حتى يصل إلى البشرة، هذا لا يجب. وكذا يجب تخليل أصابع الرجلين هنا فأولى اليدين، يعني الوضوء يجب تخليل أصابع اليدين في الوضوء، لكن في الغسل يبقى اليدان والرجلان، يجب تخليل أصابع اليدين والرجلين، لكن في الوضوء يندب. لكن هنا لأن ده بيحصل مثلا كل فترة، بعدين هنا حتى ولو كانت الرجلين أصابع ملتصقة لكن يجب التخليل وإيصال الماء إلى ما بين الأصابع. وتقدم في الوضوء أنه عند التخليل أصابع الرجلين ويجب تخليل أصابع اليدين. يبقى في الغسل أصابع اليدين والرجلين يجب تخليلهم، وفي الوضوء أصابع اليدين فقط. لا نقض مضفوره إلا إذا اشتد أو بخيوط كثرت، أي لا يجب على المغتسل نقض مضفور شعره ما لم يشتد الظفر. يعني في امرأة تفتل الضفائر كفتل الحبل بحيث لو صبينا الماء ما يدخلش وسط الشعر، تبقى زي الحبل الشديد. لكن في واحد مثلا تطفر لكن بخفة بحيث لو صبت الماء الماء يمشي وسط الضفيرة، يبقى لا تنقض الضفيرة ما لم يشتد الضفر حتى يمنع وصول الماء إلى البشرة، لأنه بتشد هي طبعا الشعر وتطفر فتيجي تصب الماء ما يوصلش لأصل الشعر ولا يمشي وسط الضفيرة. احنا عايزين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال خللوا الشعر وأنقوا البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة، الحديث في عند أبي داود والترمذي وابن مالك. يبقى هنا الإمام مالك أخذ يعني على أن الأمر بالوجوب، حمل الأمر هنا على الوجوب، خللوا الشعر وأنقوا البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة. وزمان كانوا بيطفروا بخيوط كثيرة، فإذا كانت الخيوط مسيطرة على الشعر يبقى ننقض ننقض الضفيرة، أو يطفر بخيوط كثيرة تمنع وصول الماء للبشرة وإلى باطن الشعر. لكن الآن الخيوط الكثيرة دي انتهت، يعني الآن الضفر بيكون من غير خيوط. زمان كانت خيوط من حرير وخيوط من صوف وخيوط من شعر لتكسير الشعر يعني وتطويله، لكن الآن مفيش هذا. حديث السيدة عائشة رضي الله عنها بلغها، حديث في الصحيحين، بلغ السيدة عائشة أن عبد الله بن عمرو بن العاص وكان شديدا كان يأمر النساء أن ينقضن أظفارهن، فقيل لها يعني قيل للسيدة عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء أن ينقضن ظفرهن، قالت فليأمرهن أن يحلقن شعورهن. السيدة عائشة يعني لم يجيب هذا الكلام،
لأنها يعني كانت تضفر شعرها، قال كنت أضفر شعري، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أحسو عليه ثلاث حسيات، يعني ثلاث غرفات وخلاص. كان صلى الله عليه وسلم لا يأمرها بنقض الضفر، فهي طبعا كانت فقيها أفقه من سيدنا عبد الله، قالت فليأمرهن أن يحلقن شعورهن. لأن هو المدار على وصول الماء إلى البشر، فالمرأة أدرى بذلك، يعني كانت هي شاردة الضفر قوي والماء ما بيوصلش لرأسها، هي تشعر بذلك. أما إذا كان الضفر خفيف أو هي عاملاه يعني على بعضه كده زي الطاقية مثلا، أو يبقى لا يجب عليها أن تنقضه، يكفيها صب الماء. قال وإن شك غير مستنكح في محل المسح، ده بالنسبة لقضية الموسوس دي، إذا شك غير المستنكح في محل من بدنه هل أصابه الماء أو لا، وجب عليه غسله بصب الماء عليه ودلكه. يعني الواحد لما يشك في مكان يجب عليه إنه يعني يصب عليه الماء ويدلكه. الشك لأن لو قلنا الزنة عاملة لا تبرأ إلا بيخ، لكن عاد ما يقعدش عاد يتوسوس ويصب الماء على المكان المشكوك فيه وبعد يشك فيه تاني، يبقى ده مستنكح لإيه؟ الشك، يعني ملازم ليه. قال وهو الذي يعتريه الشك كثيرا، فالواجب عليه الإعراض عنه، إذ تتبع الوسواس يفسد الدين من أصله، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك هناك في باب الوضوء قال ولا دواء له مثل الإعراض عنه، خلاص يعني إذا شك أول مرة يصب الماء بدلي، شك اثنين ثلاثة بعد ذلك يبقى إيه؟ يبقى يعرض عنه ويعتقد أنه غسل، لأنه لو أعرض مرة والثانية والثالثة ييأس منه ويمشي، لكن طول ما هو بيسمع كلامه هيجي له في الوضوء ويجي له في الغسل ويجي له في الاستبراء ويجي له في الاستنجاء ويجي له في عدد الركعات، بعد كده يخش عاد على الشك في الله والجنة والنار والصراط والميزان، خش على العقيدة يستفحل معاه زي المرض الخبيث والعياذ بالله. لكن هو لما يديله شكوشين على راسه ويعرض عنه يبقى ايه؟ شوف يا من، وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله، يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعرض عنه. ولذلك في الصلاة كما سيأتي يبني على الأكثر، الموسوس يبني على الأكثر عشان علاج ليه، لكن غير الموسوس يبني على اليقين أو على الأقل. يعني هنا نقطة مهمة طبعا ودي مجمع عليها، اللي هي ووجب تعهد المغابن من شقوق وأسرة وسرة ورفغ وإبط، يعني الأماكن الغايرة في الجسم اللي ما بيوصلهاش مية. في واحد تلاقي تحت باطه ده داخل جوه كده زي النبر، نقرة كده تحت الإبط أو سرة جوينة تلاقيها إيه داخلة، ممكن تحط صبعك فيها. واحد مثلا عنده يعني العين داخله برضه للداخل داخل الوجه، او مكان جرح مثلا غائط، مش غائط قوي يعني، لا غائط لكن ممكن الميه ما تجيش فيه، يبقى يجب ان يتعهد هذه الاشياء. يجب على المغتسل ان يتعهد مغابنه، اي المحلات التي ينبو عنها الماء، يعني لا يصل إليها الماء، كالشقوق التي في البدن. يعني الناس الكبيرة السن في السبعين والثمانين تلاقي الجسم ده مكشكش، فده لو ما خدش باله الماء ما توصلش داخل التكاميش والأسرة، أي التكاميش والسرة، برضه السرة دي من ظاهر الجسد،
والرفغين. الرفغين اللي هي اصول الفخذين يعني ورا جبال الركبه، برضو في بعض الناس داخل لجوه، والابطين وكل ما مر من البدن. اتعهد يعني يصب بالماء في المكان اللي الغائر ده ويمسح بصباعه عشان الميه ايه توصل ليه. ليه؟ لانه لو ما عملش كده هتبقى لمعه. احنا ذكرنا حديث سيدنا عمر رضي الله عنه لما راى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعني لمعه في اعضاء وضوئه لم يمسها الماء، امره صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء والصلاه صلى الله عليه وسلم. قال بان يصب عليه الماء ويدلكه ان امكن، يعني يمشي اصبعه فيه ان امكن، والا اكتفى بصب الماء. ما كانش يعني جرح مثلا غائر لكن ما يقبلش الصباع جوه، يبقى يكفي صب الماء. فالتعميم ده واجب متفق عليه، يعني لازم يتاكد انه كل مكان في الجسم وصل اليه الماء. ولذلك في نقطه مهمه قبل ما ننهي الباب اللي هي المضمضه والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق أوجبها الإمام أحمد وأوجبها الإمام أبو حنيفة. اعتبر أن المضمضة يعني من ظاهر الجسم، اعتبر الفم ده من ظاهر الجسم لازم المية توصل له، واعتبر الأنف من الجسم داخل الأنف من ظاهر الجسم. الإمام مالك والإمام الشافعي قال هما سنة، المضمضة والاستنشاق سنة عندنا من سنن الغسل، لكن عند الإمام أحمد وأبي حنيفة واجبان لأنهما من ظاهر الجسم، المضمضة والاستنشاق. لذلك الشيخ عليش المالكي في تقريره على ابن عرفة الدسوقي في الشرح الكبير قال فيجب على المسلم أن يراعي المضمضة والاستنشاق للخلاف في وجوبهما، واجبتان عند الإمام أحمد وأبي حنيفة وسنة عندنا وعند الشافعي. قال وذلك حتى يكون غسله صحيحا على المذاهب الأربعة، لأن العبادة المتفق عليها أفضل من العبادة المختلف فيها. هذه نقطة مهمة جدا. داخل لا، وداخل الأذنين ده يعني ده تبع ظاهر الجسم باتفاق، ما فيش خلاف، ده تبع ظاهر يعني الإنسان يعني كما سيأتي في صفة الغسل إنه يأخذ الماء في كفه ويجعله هكذا، يعني يجعل الأذن في الماء هكذا. قال ولا يصب الماء في الأذنين لأنه يضر بالسمع. الشيخ الدردير ما يمسكش المية ويروح عامل كده، يبقى بيملى ودنه مية، فطبعا الماء يوصل لتحت ويعمل تعفن، دي مشكلة كبيرة. ولذلك الشيخ قال إيه، يأخذ كفا من الماء ويضع أذنه إيه فيه هكذا، ولا يصب فيه لأنه يضر بالإيه؟ يضر بالسمع. في حاجات من ضمن الأشياء الشيخ يعني رضي الله عنه نبه إليها، اللي هي تعهد المغابن، لأنه الفرض الوحيد المتفق عليه التعميم. فالتعميم يعني أن يصل الماء لكل الجسد سواء كان ظاهر أو غائر، ما دام يمكن ايصال الماء اليه. لان الحاجات دي برضو وانت تحت الدش لو ما خدتش بالك منها تقعد ساعه تحت الدش، وبرضو ايه يعني تحت الابطين ده
لو ما خدتش بالك منه يقعد يابس، السره تقعد يابسه، او اي جرح مثلا في جسمك، او التكاميش. في ناس طبعا ما شاء الله البطن عندها عكن البطن دي متنيه في بعضيها، فلو ما شدش الايه العكن دي يبقى تحت الايه تحتها يابس، حتى لو قعد تحت الدش ساعة. نجي ايه بين التانية والتانية تلاقيها ايه يابس. فده غسل باطل على كل ايه مذاهب العلماء. تبقى عم يصلي جنب، ها؟ لأنه تعميم الجسد بالماء الفريضة الوحيدة المتفق عليها عند أهل العلم. فدي تجب ملاحظتها علشان يعني يكون الغسل صحيحا. واحد يقول مثلا ترك سنة، لكن التعميم واجب. التعميم واجب متفق عليه. دي اسمها فرائض الايه؟ فرائض الغسل. ونقف عند ايه؟ السنن. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، أولئك